أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا جميعا من الفائزين. إخواني أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشيخ غيسير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم المبارك، أفضل أيام الله يوم الجمعة، نستقبل شهر رمضان الكريم، سيد الشهور وأفضلها، شهر الصيام والقيام، شهر الركوع والسجود، شهر الذكر والمحامد، شهر القرآن الكريم، شهر التوبة والاستغفار والرجوع والانكسار، سيد الشهور وخيرها. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شيخ غيسير، en ce jour béni, le meilleur du jour de la semaine, le vendredi, nous accueillons le meilleur des mois, le mois de Ramadan, le mois de la prière et des prosternations, le mois du rappel et de la louange, le mois du Coran, le mois de repentir et du pardon, celui du retour et de la miséricorde. Dans des hadiths authentiques, celui qui jeûnera le mois du Ramadan avec foi et conviction, on lui effacera ses péchés passés, et conviction se verra pardonner ses péchés antérieurs. Celui qui passera la nuit du destin en prière avec espoir et conviction se verra pardonner ses péchés. An yassarallahu laka an tasouma ramadan fala yanbaghi an tudayya hadhihi alfursa faghtanim hadhihi alfursa. فرصة رمضان بالتوبة إلى الله بدون استمتاع. Donc toi,
mon frère, toi ma soeur, Allah t'a donné encore une chance d'atteindre ce mois béni. Donc c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profitez donc de ces moments de ce mois béni. C'est des moments sacrés. Profitez de cette occasion privilégiée et ne la ratez pas. أيها الإخوة والأخوات في الله حضر رمضان يوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مبينا فضل هذا الشهر الكريم إنه شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطيئة ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله وأفضل الأعمال في شهر رمضان الصيام فصيامه سبب لمغفرة ما مضى من الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صيام رمضان يكفر كذلك ما بينه وبين رمضان آخر من صغائر الذنوب ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر والصوم كذلك سبب للسعادة في الدارين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وفي الجنة كما تعلمون باب يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون أخرجه البخاري مشيخ العساء. Dans un début du Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Ramadan est venu à vous. C'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait descendre la miséricorde. Il décharge le croyant de ses fautes et il exauce ses demandes. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur dans ce but et se loue de vous auprès de ses anges. Montrez donc à Allah le meilleur de vous-même, car il est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure action pendant ce mois béni, c'est le jeûne. Le jeûne est une expiation, est un pardon des péchés. Car les bonnes actions, comme dans un verset Coran, Inna al-hasanat yudhibna al-sayyi'at, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, quiconque jeûne le mois de Ramadan en ayant la foi et en espérant recevoir la récompense, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le jeûne est la cause du bonheur dans ce monde et dans le delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abu Huraira, le jeûneur obtient deux joies
une joie lorsqu'il rompt ce jeûne et une joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur Allah Azza wa Jal. Et l'odeur de sa bouche, de sa haleine, ou bien de son haleine, est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc, rapportée par l'imam Muslim. Il y a dans le paradis une porte qu'on appelle Al-Rayyan, par laquelle les jeûneurs rentreront le jour du jugement. Et personne d'autre que ne entrera. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. ومن بين الأعمال الفاضلة في هذا الشهر الكريم إخوتي في الله التهجد والقيام فليالي رمضان أفضل الليالي ليالي رمضان تاج ليالي العام فيها قصف الأوقات وتحمل المناجات يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فما بالكم في رمضان فاحرصوا على قيام الليل ولا تتكاسلوا عنها لعل الله أن يكتبكم مع الصائمين القائمين فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قلت آنفا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نحن في ظروف خاصة في هذا رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. لا نستطيع أن نقوم جماعة في المساجد، لكن الحمد لله يمكن لنا أن نقوم في بيوتنا مع أزواجنا وأولادنا، كل حسب ما تيسر له. من يحفظ السور القصيرة يقرأ بالسور القصيرة ولم يعيدها، من يعرف اللغة العربية ويدخل التلاوة يمكن أن ننظر في المصحف إذا أراد أن يختم ختمة في يعني في قيام ليالي رمضان. شيخ الرسالة، le mois du Ramadan est également le mois du Al-Qiyam, ça veut dire vie de nuit en prière, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a veillé la nuit de Ramadan en prière, poussé parfois et comptant sur la récompense divine, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés précédents. On sait bien qu'aujourd'hui, avec le corona, on ne peut pas faire tarawih comme d'habitude, les prières de nuit à la mosquée. Mais alhamdulillah, chacun parmi nous, il peut bien faire ses prières chez lui, avec ses enfants et sa famille. Il peut lire, inshallah, ce qu'il peut lire, ce qu'il apprend, ce qu'il mémorise des sourates du Coran Al-Karim. Il peut même regarder, s'il voulait vraiment faire une khatma, conclure, lire tout le Coran, il peut bien lire en regardant Al-Mushaf. فهذا بالميزات من مميزات هذا الشهر الكريم أنه شهر القيام وشهر تلاوة القرآن الكريم. ومن مميزات وخصائص هذا الشهر الكريم أنه شهر الجود والكرم والإنفاق، والجود من الباري عز وجل على عباده بالمغفرة والعتق من النار. ولذلك ينبغي أن يكون الجود بين العباد فيما بينهم، فيعطف الغني على الضعيف، ويعني يجود بعضنا على بعض بالمواساة وإطعام الطعام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أجود الناس
وكان أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يأتيه جبريل عليه السلام ليدارسه القرآن في ليالي رمضان. فجمع بين مدارسة القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والجود والكرم. لذلك يقول السلف: إذا دخل رمضان إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. فتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنفقوا مما آتاكم الله تعالى، أنفقوا على مسجدكم، أنفقوا على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فالمسجد كما تعلمون منذ ما يزيد على 30 سنة يقوم بإفطار يعني الصائم بتهيئة يعني الطعام ويطعم الناس في يعني المسجد، لكن للأسف يعني هذه السنة ليس بمقدورنا، ولكن إن شاء الله سوف نحافظ على يعني مساعدة المحتاجين، وذلك بتوزيع المواد الغذائية لمن يحتاج. فساعدوا وأنفقوا جزاكم الله خيرا، واعلموا أن المال لا يذهب بالجود والصدقة، بل هو قرض حسن مضمون عند الكريم الذي يناديكم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يضاعفه في الدنيا بركة وسعادة، ويجازيه في الآخرة نعيما مقيما. سيرفيتور دالله لما دو رمضان en plus qui sa voix de prière, sa voix de la lecture du Coran, c'est aussi un mois béni, le mois de l'aumône, le mois de la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et surtout dans le mois de Ramadan. Quand Jibril alayhi salam, il vient étudier le Coran avec lui, comme a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc, chers frères et sœurs, empressez-vous, donc en suivant les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aidez selon vos moyens votre mosquée. Donnez également aux pauvres pour rompre le jeûne. La mosquée, comme vous le savez, organise depuis plus que de 30 ans la rupture du jeûne, mais malheureusement à cause de Corona cette année on ne pourra pas organiser la distribution, on n'aura pas organisé le jeûne sur place. C'est pour ça on va essayer inchallah d'organiser la distribution des colis alimentaires pour les nécessiteux. Donnez donc pour Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a donné, et sachez bien que l'argent ne diminue pas à cause de l'aumône. Au contraire, Allah, il met de la baraka. Il multiplie dans ce monde par la bénédiction et le bonheur, et il donne une récompense dans notre monde. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة دارنا. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا،
اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، اللهم بارك لنا في شهرنا هذا، اللهم وفقنا فيه للصيام، ووفقنا فيه للقيام، وفقنا فيه لتلاوة القرآن، وفقنا فيه للإنفاق في سبيلك، وفقنا فيه للبر والإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، وكفر لنا فيه ذنوب سيئاتنا، اللهم ثقل فيه موازيننا، اللهم اعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك يا مولانا أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، واغفر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وتول أمورنا، وبلغنا مما يرضيك آماننا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم، ورمضانكم مبارك سعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.